تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة أو عدمها، تجير أصوات تكتل لبنان القوي إلى رئاسة الجمهورية أو الاكتفاء بعدم التسمية، مواضيع لم تمر مرور الكرام في اجتماع التكتل الأخير، وإن كان قرار المجلس السياسي في التيار الوطني الحر محصوراً برئيسه جبران باسيل، إلا أن اجتماع التكتل الذي يضم نواباً ووزراء قد شهد اختلافاً في وجهات النظر ليس بجديد. بين اجتماع التكتل يوم الثلاثاء واجتماع الهيئة السياسية يوم الجمعة واجتماع المجلس السياسي مرة شهرياً، جدال في ضرورة الذهاب إلى الحكومة ولو رئيسها سعد الحريري، لأن البلد لم يعد يحتمل الأزمة السياسية. وقبل الدخول في مضمون النقاش، سألنا نائبة رئيس التيار للشؤون الإدارية مارتين نجم كتيلي ما الفرق بين الاجتماعات الثلاثة؟ بحسب نظام الداخلي للتيار، تألف الهيئة السياسية من الرئيس ونواب الرئيس والنواب والوزراء الحاليين، وهي بتجتمع أسبوعياً، وذلك خلال موعد ثابت اللي هو نهار الجمعة من كل أسبوع. أما بالنسبة للمجلس السياسي فهو بضم الهيئة السياسية بالإضافة للنواب والوزراء السابقين والأعضاء المنتخبين والأعضاء المعينين في المجلس السياسي، وهي يجتمع مرة كل شهر. وبالتالي رابع اجتماع للهيئة السياسية خلال أي شهر بيتحول تلقائياً لاجتماع للمجلس السياسي. أما التكتل فهو كما معروف هو بيتكون من وزراء ونواب التيار الحاليون، وكذلك وزراء ونواب الكتل السياسية الأخرى الحليفة مع التيار، ويجتمع أسبوعياً نهار الثلاثاء. إذن يتجدد النقاش في مختلف الاجتماعات، إلا أن اجتماع تكتل لبنان القوي الثلاثاء الماضي تضمن معارضة عدد من النواب لخيار رئيس التكتل عدم تسمية الحريري، أو الأصح تضمن بحثاً في ماهية الخيارات المتاحة للتكتل، فطرحت الخيارات التالية: تسمية سعد الحريري، عدم تسمية سعد الحريري، إيداع رئيس الجمهورية أصوات التكتل. وبينما كان باسيل متصلبا في موقفه الرافض لتسمية الحريري، وفي أثناء النقاش طرح عدد من النواب رأيهم في قرار باسيل، فمنهم من رأى أن لا وقت للخلافات الشخصية وسط ضيق الخيارات المتاحة أمام رئاسة الحكومة. وضع عدم التسمية على طاولة التشريح، وقيل لباسيل أنه على رغم التجربة السيئة مع الحريري في الحكومات السابقة، إلا أنه لا بديل لدينا سوى التعاون لتأليف حكومة وسط الانهيار الحاصل، لأن هموم الناس في مكان آخر. ومنهم من قال أن التكتل لا يمكنه عدم تسمية الحريري والذهاب في المقابل لمفاوضته على الحصص الحكومية لاحقا، فالخيار الأمثل في حال عدم التسمية هو الانتقال إلى المعارضة تماما كما تفعل القوات اللبنانية، وإذا كان الذهاب إلى المعارضة مستحيلا تماما كما هي حال تكتل لبنان القوي في عهد الرئيس ميشيل عون، فالأجدى هو تسمية الحريري والتعاون لإنجاح الحكومة رأفة باللبنانيين. انتهى النقاش بالعودة إلى الاتفاق على عدم تسمية الحريري، مع ترك البحث مفتوحا أمام إيداع رئيس الجمهورية الأصوات. وعن هذه الإشكالية يقول المقربون من التيار أن إيداع الأصوات رئيس الجمهورية ليس مخالفة دستورية، لأنه ما من نص يمنع ذلك، وبالتالي ليس المقصود أن يعود الحريري ويرى نفسه أمام موقف أبيه عام 98 يوم اعتذر الرئيس رفيق الحريري بعدما أودعت كتلة مسيحية أصواتها لدى الرئيس أمين لحود.